السلام يلا. عليكم. الله يحفظك اختي. معك علال، كنت سميتو معرض في العرس اللي داز نهار السبت اللي داز، ايوه خدمتي فيه تما مع واحد الجروب. غربت عليك اختي ذاك النهار 50 درهم، قلت لك قطع 20 درهم وردتي عليا الصرف. زدتي في حالتك ما باقيش فتحتي لا صرف لا والو. وانت بغيتي دابا ديك 50 درهم دابا بغيتي داك الصرف. انا غير عيطت لك راه بلي ما راه 50 درهم ديالي انا راه على قلبتي، راه كانت ملصقه بسكوتش راه معروفه زعما. ما اي من تبقى بعدا بسكوتش الله يعمر هذا. ودابا راه العرس فات السيمانه، انت بغيتي دابا ديك 20 درهم دابا. كنا بغيناك تقطعي 20 درهم انا وخويا واختي الوالده وبزاف كاع، وتزيدي حتى ب 30 درهم ما كاينه معنى، فهمتيني؟ زدتي بها. الله يعطيك الخير يا ميم. ودابا بغيتي ديك 30 درهم. قال لي الجروب سولت عليك انا، هما اللي عطاوني النمره ديالك في التليفون. قال لي راه واش اخويا التهبيل انت وهذا الجروب هذا التهبيل انت وياه؟ لا انا ما سولتهم عليك، قالوا لي ديك الناس اللي خدامه معاهم قال لي يديك خفيفه كدوز الغرامه ديما. تا هما نضوا عطاوك المرتي وانت معيط ليا بغيتي 30 درهم، ما فهمتش انايا واش مسالي راسك؟ جيعان وصرني مع راسك. ما جيعان ما والو، 20 درهم انا اللي غرمت عليك كاع والله. سالت عليا سيمانه ودابا تبقى تغني انت على 50 درهم على 30 درهم اللي بغيت نجيبها لك. وانا سيمانه وانا تنقلب على نمرتك عاد لقيتها بقات فيا حتى ديك 20 درهم والله الا اللي غرمت عليك. كنت نشري بها سيديا سيديا شريتي سيديا ب 5 دراهم وتفرش لي انا مخي 5 دراهم شريها ونطلقها 3 ايام بلا ما توقف متابعه وكبرتي كرشك على 30 درهم. وانت دابا محال تعطي حتى ديك 5 دراهم بالي جهن عرفتي يا كاسم. خويا باقاش تكبر الا مشيتي لشي عرس؟ لا باقاش تكبر. انا قلت انا غير حيت ما تكبر بهذه الطريقه. لا قلت انا نفتتح لك حيت ما شفت في اللون ما غرم عليك حتى واحد. قلت لك قال لك بغيت تقال لك اش تغرم عليا ولا ما تغرم عليا؟ بغيت تقال لك نهار تشوف انا بعدا وجهي باقاش تغرم عليا هادشي. لا تلاقيت معاك مرتك 50 درهم وداير لها السكوت طاري لها كسيده. خويا خويا بعدا قال لي صوتك بعدا بحال بحال النص. لا انت ولا اخوك، شكون هاد خوك؟ انا كاع ما تنعرف هاد خوك هذا. وانت انت كمرتك انا ما بقيت عاقل عليها اللي فرع عليا مخي. قال لي صوتك بحال بحال كتعاري مع الجيران ولا كتخاصمي في الحمام، ما صوت ما والو. واش كنقول لك واحد القضيه؟ سمعت كلام مزيان الله يرضي عليك، شي بحالكم يا عائله المكشفين انتم على باقاش تجيو للعراسات. عرفتي الوالده قالت لي الله يذكرها بالخير، قالت لي مسكينه قالت لي ولدي الله كون ديك 20 درهم كون شرينا هيك كفته شحال هذه وتقناها. اودي بحالكم نتوما قلت الله يديكم وصافي الله يغبر لكم الشقف. حتى الغناء ديالك ذاك الماتوش كنسمعوه مراجل فهمتيني في شي شكل. وانت 50 درهم ديالك اللي عاطيني داير ليها الفاطمه بحال كمرتك نيت بحال كمرتك نيت مراجله. واش كانت فيك العوايه ولا كنتي مركبه الفم؟ كان فيا عزاك، كان فيا عزاك وخلاك وجل ايام اللي كان فيا. داك السطح ديالك ذاك الناض بحال اللي ضربك الضو ديال المصلوح، ما السطح ما والو. ضرباني انتوما مالفين بالعراسات، انتوما مالفين بحيط ملاية بايرة على الحيط وجوج تعيريجات، هادشي باش مالفين انتوما. هذاك الغناء ديالك قديم بزاف. هذيك غرامة بعدا وهذيك غرامة بعدا انت اللي عاطي. اشنو؟ انت بعدا انت اللي معيط ليا اللي مفرع ليا مخي على 30 درهم. انت بعدا انت وعائلتك موالفين بداك الغناء. واي يا المكشفين انا موالف ما موالفينش به. كيف عليكم غنيتي هذيك الاغنيه تاع عنده الزين عنده الحمام في دارو عنده خلاك وجلاك عرفتي ليها بعدا؟ ما غنيتيش هذيك اعطيه البابا. انا بغيتهم يغنيوها عليك، انا بغيتهم يغنيوها عليك. هذه مخيره، هذه مخيره كاع ما غنيتيها هذه كاع ما حافظها. لا 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 فعلا كون قلت انا تعطيه كون عطاك شي رموك ولا شي ترا ولا عطيه نيت هذه نيت هذه ديال وجهك نيت. واش هذيك الشوا درتي في الماكله قلت لك الباب؟ الشوا الله يعطيك الشوا مالك حاطها لي انت مطيبها انت شاريها انت وفوقك وراه بخوف صحه هو هذا. اعلم الله شنو درتي في هذيك الميكا. ودار ليك ان شاء الله داكشي اللي درت انتوما انت وامك واختك في المياكا درت انا في الميكا. دار ليك واش انت جاي بارد ولا جاي حافظني انايا؟ مخلطه الشباكيه مخلطه الدجاج محمر والبانان. مخلطه امتى غادي تردي لينا دابا فلوسنا الله يرحم باك؟ والله الا الوالده ما هجاني كل صباح كتقول لي ضريتيني في راسي ضريتيني في راسي والله الا ضريتيني في راسي ضريتيني بزاف الله يعطيك غبار. لا انت لا امك لا قبيلتكم كاملين تصير بشعانين. كتقول لي الوالده فين دابا فين كاين؟ كتقول لي الوالده فين كاين فين كاين؟ انا نجيب لك حتى 200 درهم الا بغيتي فين كاين؟ ضريتيني في راسي لا انت لا امك ما باقيش نمشيو للعراسات ولا للزمر. هما ما عارفين نتوما علاش تقول لك الوالده ولا تقول لك حناك. واش هاد الكلام هذا باش متلوقع عليا؟ واش مركبه شي فم شاريه من الجوطيات الخميس؟ مركبه عزاك انا اللي مركبه مركبه خلاك وخلايا انت اللي مركبه. واش كتعرفي انت يا الشيخه عيطونا؟ وتنعرف الشيخه عزاك انايا دابا فين كاين جيب لي فلوسك وعطيك الكيسه صافي فينا شي مشكل. بغيتي اخويا فراسي انا كنت
على كين في عين السبع هتشتي الكار عليك بالله واش ما تتمركش واش ما تتمركش من عين السبع معيك لي على 30 درهم ونشد الكار انا على 30 درهم تتمركش جعانين وين جعانين بزاف والله يطعمنا حلال الله يطعمنا حلال والله يطعمك حلال ما يكون في العوان واش كتعرفي الشيخة ريال عيشة ريال تنعرف الشيخة عزاك الشيخة عزاك هي اللي تنعرف أضريتني في راسي وين أضريتني في راسي على قبل جيش ريال أضريتني في راسي انت وقبيلتكم كاملة